تشهد دولة قطر ازدهاراً كبيراً في شتى المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الصحية، ويأتي الاهتمام بالإنسان في أعلى سلم الأولويات في دولة قطر، والإنسان بلا ماض هو إنسان بلا مستقبل، ويظهر اهتمام الإنسان بماضيه في طرق مختلفة، ويعتبر اقتناء السيارات الكلاسيكية الفارهة أحد الاهتمامات الشخصية والتي تربط الإنسان بذلك الماضي، وهي من الهوايات المنتشرة في المجتمع لدول الخليج العربي. السيارات الكلاسيكية خاصة منطقتنا كمنطقة الخليج العربي والعالم كله صارت لها قيمة مثل تحف القيمة مثل العقود ومثل دي، لأن في سيارات صارت بملايين بعشرات الملايين دي. فإحنا في المنطقة هنا كنا نأخذ السيارة ونستعملها سنة وسنتين وثلاث وبعدين نهملها. هذه السيارات عبارة تحف وعبارة يعني أصول. إحنا فكرنا لأن إحنا شفنا هذا المجال، إحنا كهواة سيارات في قطر وفي الخليج، إن هذا المجال يعني غافلين الناس عنه، فحبينا يكون عندنا توعية في مجال إن يكون إن هذه الثروة إنها ما تضيع والناس تنتبه لها وتكون تستعملها كيعني تحافظ عليها كأصول، مش كبس سيارة وبعد ستين نقلها. ففكرنا إن في الجمعية، والحمد لله يعني دولة ما قصرت، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أول ما قدمنا الفكرة دعمها وأسسنا الجمعية. الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية حظت بأنها فازت أن تجذب هذا الحدث العالمي إلى دولة قطر، طبعا هذا ميزة كبيرة لهم، وفي نفس الوقت المنظمة العالمية اللي اختارت دولة قطر، أن عارفين أن في حب في قطر وفي مفهومهم للجمال واهتمام قطر وأهل قطر بها النواحي الجمالية من ثقافة وفنون وغيرها. مسابقة كونكورد إليغانس تركز على الاهتمام على السيارة وكيف نقدر نحافظ عليها لتكون السيارة على نفس شكل ما هي صنعت فيها وقت تاجها. هدف الجمعية للسيارات الكلاسيكية أن يكون لنا دور فعال في المجتمع اهتمام السيارات الكلاسيكية، وطبعاً يعني إن شاء الله يكون لنا بعد مسابقات أكثر وأكثر في المستقبل، ونشجع هذا الثقافة بشبابنا اليوم ونطور هذا المجال عندنا في قطر. مشاركتنا ذو شقين، الشق الأولاني ساهمنا في المجموعة الخاصة بنا مجموعة فردان، مجموعة سيارات كلاسيكية تمتد إلى بداية القرن التاسع عشر، وهي من أفخر السيارات الأوروبية الموجودة في العالم، وإن شاء الله بتشوفوها وتكون متواجدة في حول 8 إلى 10 سيارات. وبالنسبة لدعم مجموعة الفردان، طبعا مجموعة الفردان ممثلة لأشهر الشركات العالمية الموردة للسيارات، ففي خضم أساس عملها أنها تدعم أي نشاط يحتفل بالتركيز على جمال أو التصاميم والديزاينات للسيارات الكلاسيكية والقديمة، لأن هذه عراقة تاريخية وامتداد الشركات اللي نمثلها يصب فيها.